مبروك عليك مسيو علي. مسيو ده هما اللي مسيو يربوني. بقول لك ايه يا قطه، في عندكم بلات؟ طبعا نحن اللي عنا البلز. ايه ده يالا؟ ده حبوبها الواسع يا خال. اخرس، انا يمكن انزل البلد حاجه زي كده واضر بيها الشعب؟ انا وطني، ثم انا اسمي السبيشياليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا واد سف دول. بس ديروا بالكم، هاي دول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنة، 6000 سنة حضارة، والف من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. لما نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا قوم بينا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا. خايف ايه يا رب؟ انا خايف يا خير. احنا واقفين فوق جبل. الله، احنا في مقطم ولا ايه؟ مقطم ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في المقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي من كتف تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا؟ ده قادر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو، البيت اهو. اه صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو، البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ اه عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثة ونقفز. من واحد لثلاثة ونقفز. نقفز؟ اه. تعرف تقفز؟ عيب يا واد، عيب. ربنا يستر، ربنا يستر. واحد روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟ اه. يا بيتش باجي. بيتش باجي. بيتش اول الباجي. حري 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 حري. ايه ده؟ هاني تعال تعال تعال. حري هاني ايه وزرب؟ انت ايه تعمل ايه هنا يا حبيبي؟ هرية هرية. بتقول ايه؟ بصراحة انا مش عارف، بس ده كان شعار بيتقال في المظاهرة. انت ايه بقى اللي بتنيله بالظبط؟ يعني انا سايبك على الطيارة بتعمل برنامج خطوات الشيطان، اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهرة للجيز. مجموعة من الاخوة دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه. فانتوا قلتوا تعملوا الفجور بره. طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا. انت اتبسطت؟ جدا. صباحية مباركة. انا من الاول لما شفتك قلت لك انت ويرد. ما بلاش تيمه بقى وقله ادب يعني من ساعه الطياره. قله ادب ايه يا حبيبي؟ انت ماسك علم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك. وماله الرينجو يعني يا هاني؟ في ايه الرينجو ده يعني؟ رينجو ريمبو. ريمبو؟ انت مش فاهمني. انت اللي مش فاهمني يا حبيبي. انت واقف في مظاهره للال جي بي تي. نعم هو ده اسم الجماعه. لا ده وصف للجماعه. لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم. يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اتطردت بس؟ نعم. بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟ لا توقعت. ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ. يعني انت بتفسر كلمه انجليزي بكلمه تانية انجليزي؟ ما انا مش فاهم. عجله. طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري؟ هو ده وقت غنى يا هاني. حبيبي انا بشرح لك. هاني قول لي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم بصراحه. طب لف تعالى. الف؟ اديني ودنك. انت خايف مني انا يعني وسايبهم هم؟ شواذ دول اللي هم هم.
لوط، قوم لوط، ليه تقول لي على انت ما شفتش عملوا فيه ايه؟ احكي لي. نهار اسود ايه بقى؟ يعني انت ما حسيتش باي حاجه يا بيبو ولا انت كنت بتستعبط؟ غفلوني يا هاني. معلش سوري يا بيبو على اللي حصل. سوري. طيب انت ليك في الكوره؟ هو ده وقت لعب كوره؟ لا نتفرج على ماتش، في ماتش مهم النهارده تعالى نتفرج عليه، بس اديني ربع ساعه اخلص تحكيم ونروح سوا. ماشي يلا يلا بيبو. ارمي بقى اللي في ايدك ده. ايه ده قلت لك يا خال ما تفتحش الشراعه او الدبان دخل. ما احنا ما نعربيهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن. دخان انا ولعبت يا زهر. دخان واتبدلت اللي حاضر. وما خان مش قادر. وما خان انا مش عارف الحاجات اللي بتاعت. انا تعبان بشوف حاجات. ايه ده اللي هب التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه في لبنان بيبقى التلفزيون مركزي زي تكييف كده. والمصحف الشريف؟ ايوه هو بس. الله حاسس في حاجات بتتحدف الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت الثري دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. انت ايش تبقى؟ اوبا انت جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا لا فيل الفيل الازرق كده. سلامتك يا سلامتك. الله بقول يا ابو صبا ايه سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبا. مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عند خاله بتقوم تقول بالاذن؟ انا ايوه ده للضيوف لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي معناها. صاروخ ايه يا حاج؟ يلا اتحرك. اتبسطت بخلقة امك دي؟ اهي ماشي فيها خلق. ايه مين اللي ماشي؟ تعبان. انا تعبان عايز افصل. لا يا انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش انا فصلت ذات نفسي وحددت. معلش انا مالي انا راجل متخصص حشيش تشرب لي البلا الازرق ده؟ هو انت مش قد شربته ليه؟ مش شايف. عايز افصل يا ابني انا تعبان. لا يا خال انا هنزل اجيب لك شيبسي. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. او اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا استنى خلينا على قديمه احسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس. خلاص حاضر. شفت؟ شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خال هي مفتوحه اهي. عينيها بتقفل. لا والله اهي اهي اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده يبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط ده بتقفل. بتقفل. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. ثبتها لك بسلوتيب. بدور على سلوتيب بس واثبتها. شو عينيها؟ الظاهر عينيها بتقفل نص يوم. مش قادر انا مش قادر. استريح انت يا خال. بتقفل اهو. لا ما بتقفلش. استريح انت يا خال. استريح استريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعه سمره بسرعه. حاضر حاضر استريح بس انت الغلطه. بسرعه سمره مش قادر. تعبان تعبان تعبان. ضرب لو عشانا ليها ديلو. ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني؟ هو ضيق فعلا بس ظريف. بقول لك ايه، شوف هتشرب ايه. ده منيو المشروبات. منيو المشروبات ده ولا صفحه الكبائر؟ حرام عليك ده احنا في مخور. بس بطل افواره لو سمحت. احنا هنا في لبنان، اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول. وبعدين متضايق قوي. اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ فاكرني هزعل منك؟ لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ انا لازم اخد الفلاشه. فلاشه ايه؟ انت سكرت من الاتموسفير. ايه ده انت سكرانه ولا ايه؟ شبيه انت مين؟ ايه ده مدام ليزا اللذيذه؟ كانت معانا كتير هتلاقيني هامكم اخدتوا كتير بيلز. بس انا كويس، انا متعود على البيلز يعني. بس خالي شبوه خيلك
خلي سرفلت منه قوي في الاوضه. طب انت وين رايح هلا؟ انا رايح اجيب له رنجه. شو رنجه؟ بتاع الملاحه اللي تظهر في شم النسيم. احنا ايه ده؟ دي حلوه البرز دي. قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذه وبقول لها رايح اجيب رنجه لخالي. يا لاوي وطويط. لا ده احنا في البيت وتويت. يا لاوي صريح وتويت. يا لاوي حتى اساقب اصلي وتويت. سبب اليد سبب اليد سقف سقف اليد وتويت. هي دي الرنجة لقيتها لك يا خال. الواد ده انا شفته في ايه ده بيبو. مش ده اللي كان معانا على الطياره وكان معاه واحد قريبه كبير كده كان لابس ترينينج سوت موف على اصفر؟ صح. لقيت لك الرنجة يا خال. خلاص حاجه عفوا عفوا عفوا. ده يا شيب الاكواريوم. ما تسوق العربيه وانتوا فايقين وانتوا لازم تسوقوا وانتوا سكرانين. بعتذر منك بس فيك تروح من هون. يا عم ايه الكلام اللي بينقط وميه ده؟ انا مش فاهم منك ولا كلمه. ايه ده ايه ده إيه؟ ده شكله بيتخانق يا معلم. عبيلي 2 كيلو. 2 كيلو شو؟ عذاب شو ايه بس اللي انت عايزني اتفرج عليه؟ يا عم انا عايز رنج. عبيلي واديني. شكله بيتخانق صح. طب ايه ده مصري زينا ما ينفعش نسكت كده. طب يلا نتفرج. انت بتبقى سلبي في حتت غريبه قوي يعني. تعال نتفرج يلا. عبيلي 2 كيلو. بس ده معلش في ايه في ايه؟ الراجل الجرزون ده قال لي ادب قوي. معلش بس احنا ضيوف عندهم فمش هينفع يعني. بس احفظ شكله ولو شفته في مصر افتقه. لا يا عم مش عايز افتقه يا عم انا مسامحه خلاص. يا شتي ما بتلزق. امال انت عايز ايه؟ انا مذبذب. احنا متاسفين لحضرتك بس يعني الولد زي ما حضرتك والعياذ بالله شايف سكران وليس على المريض حرج. مش الحال مش الحال. شكرا يلا تعال 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 تعال. انت في ايه؟ ايه ده؟ تعال راح عليه يا عم شتمني. معلش معلش. اسمك كريم ايه؟ انا اسمي سفير. نعم. سمير. بتشتغل ايه؟ انا ديلر. ديلر؟ بمعنى ايه ديلر؟ بمعنى تاجر مخدرات. عموما اتشرفنا بيك. مش ايه مش اشكال مش اشكال. لا مفيش حاجه مفيش. اهلا يا اخي. اتفرج على الماتش. نتفرج على الماتش. لازم استاذن الحاج يعني ابويا واقف بره. انت سايب ابوك بره؟ هو في الحوض. ابوك سايب الحمام كله وقاعد في الحوض بيبلبط مع اصحابه في الحوض. حوض ايه؟ حوض السمك. هو قاعد في حوض السمك. ما احنا لسه جايين من حوض السمك. شفت حاجه؟ بس يا حبيبي انا فهمت. ده واخد كيمياء وضارب حاجات مع بعض. مش انت ضارب؟ انا حاسس ان انا مش ضارب. انا بطروب. معلش اهدى كده وربنا يعدلها ان شاء الله. وبابا بيبلبط مع اصحابه ما تخافش يعني. مفيش حاجه. اتفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. اتفضلوا. امسك نفسك يا سمير امسك نفسك. بالله انا بحبك يا ميرسي يا حبيبي. بس على فكره الخمره هي اللي بتدي طاقه الحب دي. خطا. ان الخمره تذهب العقل. اذهب انت يا جحيم. والله العظيم يا رب. اذا انت مين انت؟ انت الشيخ جاكسون ولا مين؟ جاكسون ايه بس؟ اسكت بقى. خش ازاي؟ تعدل نفسك. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا اخي. مش كنا رحنا عندي احسن؟ ولا والله عندي عندك كل واحد. اتفضل. لا يا لا انا هنزل انا بقى. لا ما يصحش ما يصحش. ازاي تنزل ده انت نام نام جنب شويه. ريح وميش وانزل. مشوار طويل كده. اذنبوا الشياطين. اتفضل اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اتفضل. لا لا ما تغطيناش في الحاله اللي احنا فيها دي. ما تغطيناش خالص. فعلا استغفر الله. طب ما تجيب الشنطه عينها لك. طيب لا شكرا شكرا. ايه ده؟
بيبو مفيش حاجة. معلش علق لي بس الشنطة دي عشان ايوه طبعا يا استاذ هاني، اتفضل اتفضل على الرحب والساعة، اتفضل نام انت نام.